سعود الوسط على المجمع، انه يوم صاريت هناك الساعة 12 بدل واحدة، رحت وصلت هناك توجت شوي وعولت بالنفوذ. المهم يوم عودت ولا كم عودت من عند خشبة السمك ودي، الا قال لي واحد قال هذا كلبي لا يبيع شو اسمه لا شاهي، عطني شاهي ما ادري شلون. قال انا عارف وجهك، ما انت بغريب علي. قلت تقصد عبد العزيز؟ لا عبد العزيز، انا على النسان عشان تدريس ومعي العده. قال لي والله قلت من ده؟ قال اخوي ونسيب اللي معي. قلت عطني شاهي ما ادري شلون. انا الحين معي ربطه حاطها بعار ما ادري وش كم هي، جيت ابى اشوف كم. قاعد اسولف انا وياه سعد بن جدلان، قلت تدري كم عندك انت؟ قال انا معرس على ثنتين واذا ما عرس هو، والثالث فاز علو. قلت خذ الربطه دي كلها الحين اي ودبر اموركم الحين. المهم يوم وقفت البنزين عندي فاضيه، قلت اتاكد انا طالبك الف عطني الف. قال ابشر عطني عطني الف واحد منها المشقوق. المهم خذيت 500 ورحت الهربي وطلبت لي عند شو اسمه حسام، طلبت لي برقم وذي. هذا يكلمني قلت انت وينك فيه؟ قال ايش اسمه انا في حول النسيم ذي. قلت انا شفته هو ربعه قبل عند خزان منه. قلت ايش اسمه؟ قال بجي. قلت له كنت تبطي خمس دقائق من الطاير بعلم ابوه انا طاير خمس دقائق. قال يوم جاء خلى مو ترى اي، ورحنا صلينا في العادليه ورحنا عند وجنا وجينا عند سالفه ال 500 ما قبضت.